وللحديث أكثر ينضم لنا الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شمان المجالي. سيد شمان، بعد التحية أبدأ معك بآلية استلام بطاقات السلف وأيضا آلية سدادها. أسعد الله مساءكم ومساء الإخوة المشاهدين. حقيقة كما تفضلت في بداية النشرة، غدا ستبدأ إدارات فروع المؤسسة ومراكز الخدمة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة باستقبال المتقاعدين لاستلام البطاقات التي تمثل قيمة السلفة الشرائية التي أقرتها المؤسسة مؤخرا. كل ما هو مطلوب من المتقاعد إبراز الهوية الشخصية، بطاقة الأحوال المدنية، وسيتم أخذ بصمة إبهامه من خلال الأجهزة الموجودة في إدارات الفروع ومكاتب الخدمة، وتسليم البطاقات بعد توقيعه على إقرار باستلامها وبدء تقسيطها. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على 9 أقساط من خلال 9 أشهر وبأقساط ميسرة إن شاء الله. نعم سيد شمان، هل هناك شروط معينة للحصول على هذه البطاقات أم أنها تشمل جميع المتقاعدين؟ البطاقات لجميع المتقاعدين الفعالين الذين لديهم رواتب شهرية تصرف من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أنها ستصرف للأرامل اللواتي حصلنا على حصص من رواتب أزواجهم المتوفين والوالدين. طبعا هذه البطاقات للأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات من المتقاعدين. نعم سيد شمان، كل بطاقة قيمتها 50 دينار، هل مطلوب من المتقاعد أن يشتري بقيمة البطاقة كاملة دفعة واحدة أم من الممكن تجزئتها؟ البطاقة نحن قمنا بإعدادها بحيث تكون قيمتها 50 دينار، ولا يستطيع المتقاعد شراء أقل من قيمة هذه البطاقة، لا يستطيع الشراء لأكثر من مرة في البطاقة الواحدة. يجب أن يستنفذ كل الرصيد الموجود في هذه البطاقة 50 دينار. يستنفذه دفعة واحدة؟ نعم دفعة واحدة. نعم سيد شمان، أيضا القيمة الإجمالية لهذه السلف كم قيمتها؟ حقيقة لا أستطيع أن أتكهن اليوم بالقيمة الإجمالية لهذه السلف، فقد يرغب بعض المتقاعدين بالحصول على القيمة الكاملة لهذه البطاقات، في حين يرغب البعض الآخر جزء منها، في حين هنالك عدد من المتقاعدين قد لا يرغبون. لكن هذا الرقم من المبكر الحديث عنه، سنتحدث عنه في نهاية تقديم الطلبات. عند إغلاق تقديم الطلبات سيظهر لدى المؤسسة عدد البطاقات التي تم صرفها وعدد المتقاعدين الذين حصلوا عليها. نعم سيد شمان، في حال سداد قيمة هذه البطاقات هل يستطيع المتقاعد الحصول على بطاقات أخرى؟ هي بطاقة لمرة واحدة يحصل عليها المتقاعد ويتم تقسيطها بشكل شهري. نعم، الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شمان المجالي، شكرا جزيلا لك.